ان شاء الله دايما تامين ولامين. بموجب أحكام المادة 6 ألف من قانون بنك السودان المركزي لعام 2002 وتعديلاته اللاحقة، بهذا يعلن بنك السودان المركزي للجمهور كافة أنه قد تقرر طرح ورقة نقدية جديدة من فئة 200 جنيه، الطبعة الثانية خلال الفترة القادمة بالمواصفات والألوان والعلامات التأمينية التالية: مضمون الورقة السكن والسكان، لون الورقة الأساسي هو اللون الأصفر، العلامة المائية صقر الجديان والرقم 200. تتضمن الواجهة صور بنايات ومساكن. الرقم 200 أعلى اليسار وأدنى اليمين. صورة البمبر يمين الورقة بأحبال متغيرة اللون عند إمالة الورقة. شريط تأمين متحرك والرقم 200. الملمس الخشن للورقة على البنايات والمساكن ورقم الفئة 200 وعبارتي بنك السودان المركزي و200 جنيه سوداني. الرقم المتسلسل للورقة يوجد على أعلى اليمين وأدنى اليسار. النظائر المتطابقة صورة لقفل قديم طبلة. الصورة الكامنة CBOS عند إمالة الورقة. علامة المكفوفين يمين ويسار الورقة. خلفية الورقة تتضمن صورة سكان ولوح شرافة. أبعاد الورقة 70 × 152 ملم. بنك السودان المركزي. بناتنا حب شوق وحنين، إن شاء الله دايما متواصلين للقرابة وللغايبين، إن شاء الله دايما تامين ولامين.